ألف مبروك. يعني اللي يشوفكم في أرضية الملعب فرحة كبيرة، 3 نقاط يعني أعتقد هي مهمة جدا للفريق قبل فترة التوقف. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على 3 نقاط المهمة. زي ما قلت كنا محتاجين 3 نقاط خاصة بعد التوقف، والحمد لله جبناها. اليوم النصر يمكن الشوط الأول كان أفضل من الشوط الثاني، الشوط الثاني يمكن كنتم مستعجلين أكثر، فوزكم خلاكم تبغوا تجيبوا الهدف بشكل أسرع في الشوط الثاني؟ جاتنا فرص الشوط الأول ولا استغلناها، وتعرف لما تتقدم بدري راح ترتاح، الحمد لله بدرنا في الهدف في الشوط الثاني وارتحنا. طيب لو نتكلم عن 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 فراس البريكان شخصيا، أنت تخلف لاعب كبير حمد الله، البعض يستبشر كثير خير باللاعب فراس البريكان، لكن حتى الآن فراس ما هو قاعد يثبت نفسه بالشكل الكبير. يعني شفنا ضاعت فرص الشوط الأول، نقدر نقول في ضغط على فراس البريكان إنه يقدم نفسه بشكل كبير لما يكون خليفة لحمد الله؟ زي ما قلت قدامك حمد الله وصعب تلقى الفرصة إنك تلعب، والحمد لله اليوم جاتني فرصة كاملة وقدمت مستوى جيد، ما راح أقول ممتاز، وسجلت. إيش السر اللي كان في ليلة المباراة؟ انت تتكلم ما في الا 20 لاعب بس موجودين في الملعب، ما عند ما في النادي، ما في غير 2 الحلافي وسعد الرفدان، في شيء صار بينكم قبل ليله المباراه؟ بالعكس كنا يد واحده، وزي ما قلت احنا مو 11 لاعب، في لاعبين يستنون الفرصه انهم يلعبون ويدون، الحمد لله زي ما شفت قدمنا مستوى كبير واستحقنا الفوز. الحلافي وراك يقول لك مبروك وسعيد هو عشان الهدف. الحمد لله. طبعا اليوم عبد الرحمن الحلافي هو المدرب، هو الاداري، هو كل شيء اليوم. كلنا موجودين الحمد لله. يعطيك العافيه. شكرا. نشكر فراس البريكان، نرجع لك.